وهذا يبين أنه عند هذه الحوادث وعند هذه الأمور التي تنزل في حال نزول المطر والريح ونحو ذلك أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يشرع الدعاء عند الرخاء يشرع الدعاء عند الرخاء، ومن الرخاء نزول الخيرات كما يشرع الدعاء عند الشدة، وهذا أصل في هذا الباب. فالشدة حين تشتد الريح فيدعو الله عز وجل ويسأله ويستعيذ به سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، ومن ذلك الدعاء بما فتح الله عليه من حاجاته في أمور دينه ودنياه. وكذلك عند الرخاء ومن هو نزول المطر يسأله سبحانه وتعالى وهو على رجاء أن يكشف عنه في الشدة، حينما يسأل الله في الرخاء فهو على رجاء أن يكشف عنه في الشدة. هذا ورد في خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام.